السلام عليكم. My name is Halima Faibakar. I'm from Saidi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر قطرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد بينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أم ينتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم. قل هو الرحمن وآمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.